مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في برنامج الصين نحو التحديث. في مقاطعة تشانغهاي الواقعة في المناطق الداخلية الشمالية الغربية من الصين، تعيش مجموعة من الحيوانات تدعى عفاريت الهضبة على ضفاف بحيرة تشانغهاي. إنها غزلان برزولسكي، وهي حيوانات مهددة بالانقراض أكثر من غزلان زان، وهي أكثر ندرة في العدد من الباندا العملاقة. إنها حيوانات برية محمية من الدرجة الأولى في الصين. لون جسم غزال برزولسكي أصفر بني مع بقع بيضاء على الأرداف. عندما يشعر بالخوف يقلب الشعر على الأرداف ليظهر على شكل قلب بلون أبيض، وهو لافت للنظر بشكل خاص على خلفية الأعشاب الخضراء والصفراء. بمجرد أن تكون هناك حركة تندفع غزلان برزولسكي مثل السهام، حيث تتحرك الأطراف الأمامية والخلفية معا، تدفع الأطراف الخلفية بقوة وتقفز إلى الجو، ثم تضرب الأرض بقوة. الجري هكذا يجعل أجسامها تشكل منحنى متموجا في الجو. إنه مشهد جميل جدا. لذلك يعرف غزال برزولسكي أيضا باسم الراقص في الجو. غزلان برزولسكي حساسة بطبيعتها، وتحافظ دائما على مسافة آمنة تبلغ 300 متر من البشر. لكن هناك غزالة تدعى دون دون تبلغ من العمر 6 سنوات، يمكنها الاقتراب من ويون لين حارس الحيوانات في محطة الحماية بالضفة الجنوبية لبحيرة تشانغهاي. في عام 2001 نقل ويون لين من الجيش للعمل في محطة الحماية بالضفة الجنوبية لبحيرة تشانغهاي. خلال أكثر من 20 عاما ظل يعمل على إنقاذ وحماية غزلان برزولسكي. بدأت قصته مع الغزالة دون دون قبل 6 سنوات. في عام 2017 ولدت غزالة برزولسكي في الأراضي العشبية الشاسعة في تشانغهاي. لكن بعد ولادتها بفترة وجيزة أصبحت يتيمة. في البداية وجدها راع محلي وأنقذها وأخذها إلى منزله لإطعامها، ثم نقلت من قبل إدارة الأمن العام إلى محطة الحماية بالضفة الجنوبية لبحيرة تشانغهاي، حيث بدأت قصتها مع حارس الحيوانات ويون لين. أطلق ويون لين عليها اسم دون دون، وبسبب سوء التغذية على المدى الطويل والتغيير المفاجئ للبيئة شعرت دون دون الخجول بخوف شديد. وبهدف التخفيف من قلق دون دون قام ويون لين بتتبعها ومراقبتها على مدار الساعة، وفي الليل نام بجوارها. هكذا عاش معها في منزل الصفيح لمدة 3 أشهر. بعد 2 شهور اعتادت على رائحتي وصوتي. من خلال حركاتي تعمقت المشاعر بيننا تدريجيا واعتادت على وجودي بجانبها. بعد تربيتها لمدة 1/2 عام نمت بشكل جيد. من حسن الحظ العلاقة بيننا عميقة جدا. التحقق من السياج وإحصاء أعداد غزلان برزولسكي والتقاط الصور للتسجيل، هذا هو عمل ويون لين اليومي. يتطلب الفحص اليومي الصبر لتحمل مشاعر الوحدة، لكن دون دون أضافت لمسة إلى حياته. عندما أخرج من المنزل كل صباح أنادي تعالي يا دون دون، تركض باتجاهي على الفور،
لقد استمرت أكثر من 4 سنوات تتبعني كل يوم في جولات المراقبة الدورية. إنها رفيقتي، لم أعد أشعر بالوحدة، بل زادت سعادتي. المشاعر بيننا تزداد عمقا. في يناير 2019 حملت دندن. شعر أو يون لين بالسعادة. وفي الوقت نفسه أصبح العبء على أو يون لين ثقيلاً أيضاً. يجب أن يكون مستعداً دائماً حتى تضع دندن طفلها بسلاسة. الفترة من يوليو إلى أغسطس من كل عام موسم ولادة غزلان بيرزواليسكي. لكن حدث أمر مفاجئ عشية ولادة دندن، حيث اختفت فجأة، ما جعل أو يون لين يشعر بالقلق الشديد. إنه أمر لم يحدث من قبل. في 15 من يوليو من عام 2019 عندما كنت أقوم بدورية الصباح لم تلبي ندائي. شعرت بالقلق عليها، كنت أخشى أن تفترسها الذئاب أو تصاب بمرض. لم أتمكن من العثور عليها حتى بعد 2 إلى 3 ساعات من البحث. بعد البحث لمدة 4 ساعات تقريباً وجد أو يون لين أخيراً دندن والرشا التي أنجبتها للتو وسط العشب. أنجبت صغيرها وسط العشب، كان ذلك حلمها الأول. إنها رشا صغيرة. عندما رأيتها شعرت بالإطمئنان على الفور، وعندما رأيت صغيرها شعرت بالحماسة أكثر. انهمرت دموعي. بعد الولادة انشغلت دندن في رعاية صغيرها، ويقوم أو يون لين بحراستها وصغيرها سرا، ويسجل مراحل نمو دندن وصغيرها بالصور. في إحدى الصور التقط أو يون لين لحظة خفض دندن رأسها وتقبيل صغيرها بهدوء. فاز بتلك الصورة بالميدالية الذهبية من فئة الحضارة الإيكولوجية في المسابقة الوطنية للصور الفوتوغرافية. عرفت الناس بغزلان بيرزواليسكي من خلال معرض بكيل للصور. مثلاً قال مسؤولون إنه الآن عرف مزيد من الناس غزلان بيرزواليسكي وأدركوا قيمتها. من خلال تلك الصور تم نشر معلومات غزلان بيرزواليسكي أيضاً من المقاطعة إلى البلد بأكمله، ومن البلد بأكمله إلى العالم. أثارت صورة أخرى التقطها أو يون لين تفكير الحكومة المحلية، حيث تظهر في الصورة بقايا لغزال بيرزواليسكي على العشب خارج السياج، وقد نهشت الذئاب جسده ولم تترك سوى بقايا في مشهد مؤلم. يمكن للأسوار توضيح الخط الأساسي للأراضي والمساعدة في تقسيم المناطق الجغرافية، لكن بالنسبة لغزلان بيرزواليسكي فهي بمثابة كارثة. عندما يطاردها حيوان مفترس ستعلق على السياج إذا لم تكن حذرة وتفقد حياتها. من خلال تنفيذ تدابير الحماية حسب السياسة الوطنية خفض ارتفاع السياج حول بحيرة تشينغهاي بمقدار 350,000 متر، وتمت إزالة 250,000 متر من السياج. هذا يوسع إلى حد كبير نطاق عيش غزلان بيرزواليسكي، ويقلل بشكل كبير عوامل الخطر في موطنها. منح التأثير الاجتماعي لهاتين الصورتين أو يون لين إلهاماً جديداً، فأنشأ قاعدة لتعميم المعلومات حول غزال بيرزواليسكي في محطة الحماية، حيث يلتقط الصور ويسجل مقاطع الفيديو ويصنع محتواً لبرامج تعليمية ويلقي محاضرات لمساعدة الناس على معرفة المزيد عن هذه المجموعة من العفاريت من بحيرة تشينغهاي. في الماضي بسبب نقص التوعية عندما كانت تدخل غزلان بيرزواليسكي للمراعي لأكل العشب كان الرعاة يطردونها بعيدا. الآن عندما تأتي الغزلان إلى المراعي لتناول العشب وشرب الماء
لا يطردها الرعاة، بل يعاملونها كماشيتهم الخاصة. لذلك تم رفع الوعي العام وتشكيل حالة من الحماية الجماعية والاهتمام الجماعي. محطة الحماية بالضفة الجنوبية لبحيرة تشينخاي التي يعمل فيها وو يون لين هي قاعدة الحماية الوحيدة في الصين لإنقاذ غزلان برزواليسكي ورعايتها. كان هناك ما يزيد بقليل عن 800 رأس في عام 2011 و1071 في عام 2013، والآن هناك أكثر من 2800 في المنطقة حول بحيرة تشينخاي. يحمي وو يون لين المجموعة الوحيدة من غزلان برزواليسكي التي تعيش تحت مراقبة بشرية. ومن ولادة أول غزال في عام 2003 إلى وجود 86 غزالاً الآن، يعتبر وو غزلان برزواليسكي التي قام بإنقاذها كأولاده ويحرسها كل يوم. على مر السنين بقي وو يون لين وزملاؤه على ضفاف بحيرة تشينخاي على ارتفاع أكثر من 3100 متر، ما مكن غزلان برزواليسكي المهددة بالانقراض من الازدهار جيلاً بعد جيل. ويعد التحسين المستمر لحياة مجموعة غزلان برزواليسكي إحدى الحالات الناجحة للمشاركة البشرية في حماية الأنواع، وهي أيضاً صورة مصغرة لتحديث الصين. تحديث الصين هو أيضاً تحديث يعيش فيه الإنسان والطبيعة في وئام. ظلت الصين تعمل على تحقيق التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، وتولي اهتماماً متزايداً بالبيئة الإيكولوجية. وقد تشكل في الصين بشكل أولي نظام شامل لحماية التنوع البيولوجي، وفي المستقبل القريب ستتحقق الرؤية الجميلة للتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة بصورة كاملة. شكراً لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم.